في العصر الأول كانت هناك قبيلة تدعى باسم كولوشيتيف. عاش رجالها معروفون بالشهامة في طرف مران. وماذا كانوا يفعلون في تلك الفترة؟ قد عرفت هذه القبيلة بجيش عظيم له قائد ووزير يسقط كلهم تحت أقدام شيخه. وإذا برجل سفاح شرير وفي نفس الوقت داهية دخل قبيلة متنكرا بزي جعل له مكانة واحترام. قليل من السكر فقط قليل. لقد ركب علي المرة. لقد وقفت سعري بالخوف. أخشاني البعنى صديقك القديم. أرجوك أيها المشلوش لا تخلعني مرة ثانية. جابك ربي سأخبرك بشيء بس رح يبقى بيناتنا. اجري طعنك اصنع يا فرع. هيا اخبرني. سأوتيك بالجديد. لقد سافر شيخ قبيلة بني كفكف إلى سردة تقيمها قبيلة كولو شتت. أيها المشلوش إنها فرصتك لكانت دير أعفار. هل أنت في ريتك أيها الرجل؟ لا تزعق معي، أخبرني الحقيقة. في ريتك؟ لا تبذر، هذا أمر أزعق فيه؟ ربا بحق الآلهة أعمون، احكي لي كيف هم كيف يعيشون. احكي لي المنطور بصفة عاية كيف أحوالهم؟ كيف هم؟ إن لم تعرف قبيلة من هذه القبائل فعد وعيش بين عشيرتك قبيلة بني قروش. قبيلة بني كفكف مجموعة خملاج فقط. خملاج في رؤوسهم براويل ويحملون السراويل. إنهم كافية لا يعرفونها إلا قادية. إذا الدنيا بدنادن والآخرة بسراويل على ما أظن. الفريسة قادمة. هيا فحت ولا تغبر. هيا انتظر. ولكن أيها المشلوش لا تتحدث. هيا Thank you.
أفوت عليك اللعنة. قلبي مشبود. يبدو أنه حق ظني عندما قلت أنك عبير سبيل. عبير سبيل؟ عبير سبيل؟ وهل لعبير سبيل المشاكل؟ لقد صارت الكوارث يا أخي، لقد صارت الكوارث. أريد أن أستقصيك لتستقصية واحدة، ماذا جرى معك؟ لقد جرت معي الحجارة والصمت. إنه المشلوش يا أخي. قوم يا قوم، بطاطا اليوم ليس كل يوم. تعالوا اشتروا، تعالوا اشتروا البطاطا، البصلة، الطماطيس. هيا يا قوم تعالوا واشتروا، انها بطاطا جديدة، بطاطا اليوم ليس كل يوم. تعالوا واشتروا، تعالوا واشتروا، انها الطماطيش والبصلة. اكون لكم شبعانين. هيا تعالوا واشتروا، انها بطاطا. هيا تعالوا واشتروا بطاطا، انها البطاطا. جيد جيد يا شيخنا، انظر كم هي جميلة يا شيخنا. انت شيخنا يبدو لنا شيء. إنها بطاطا جديدة، إنها بطاطا اليوم ليس كل يوم. أطلب غلاما يحضر لنا المصروف. حسنا يا موري. كبير، لقد سرق طماطيشتي ولمحها وقته غرب. ولهل فتى صغيرا يسرق لك طماطيشة؟ أجوني تأمى بك يا مولاي، لقد سرق طماطيشتي ولمحها وقته غرب.
والله لا أريد مشلوشا آخر في القبيلة. يا ويح الضار، ومن يكون المشلوش هذا؟ يا معشر القبيلة، يا قوم، إن زعيم القبيلة يريدكم في اجتماع. يا قوم، يا أشرف بني كفكف وزعمائها، أتعلمون لما جمعتكم اليوم؟ ولماذا يا شيخانا؟ جمعتكم لأمر جلد مهم لا ينبغي أن يفوتكم أبدا. إن هنالك في الأمر لدوج كبير عليكم إن غفلتم، فهنالك من يسمى بالمشلوش. يا وزيرنا، قلنا لكم أن تؤمنوا المداخل، المجاري، الخشش، الطلعات والهودات، ولكننا أحد فيكم يعرف المشلوش هذا. إنكم والله لفي خطر كبير، لولا أن تأخذوا أنفسكم أن تعيشوا متيقظين لأخذ منكم دشاشكم، كلابكم، حميركم، وحتى ولو وجد عليكم الفوصة لأخذ منكم نساءكم. فماذا أنتم فاعلون يا سادة بني كفكف وأشرافها؟ لا تخشى يا زعيم القبيلة، إن زعيم